السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة الفاعوري من قناة ميدزيديو. راح نبلش معكم إن شاء الله في شرح جديد لمادة علم العقاقير فارماكوجنوسي. طبعا راح نحكي مقدمة تعريفية عن المادة. المادة تختلف عن أي مادة سابقة، لا ترتبط بأي مواد سابقة، هي مادة مستقلة بتتكلم عن الأعشاب بجميعها التي تستخدم في المواضيع الطبية، استخلاص المواد الفعالة الموجودة ضمن الأعشاب الطبيعية من أجل استخدامها في الأمور الطبية لصناعة الأدوية وصناعة جميع المطاعيم، الفاكسين إلى آخره. فهاي المعنى العام لكلمة علم العقاقير. من اسمها علم العقاقير فهي علم قديم جدا، يستخدم الأعشاب الطبية، العلاج الطبيعي، العلاج بالأعشاب. ولكن في عصر الحديث طبعا تم تطوير هاي الطريقة من العلاج إلى أنه يحدثوا منها، فأخذوا المادة الفعالة اللي موجودة ضمن هاي الأعشاب بمختلف أنواعها وأشكالها، تم استخلاص هاي المواد الفعالة لحتى ينتجوا عندنا بالأدوية. طبعا هذا المعنى العام لمادة علم العقاقير. خلينا نحكي بشكل خاص عن ما تحتوي هاي المادة. في البداية لازم نعرف أنه مادة علم العقاقير تكمن صعوبتها في المصطلحات اللاتينية لأسماء الأعشاب. رح نستخدم نحن في معرفة الأعشاب، رح نتطرق إلى كافة الأعشاب اللي تستخدم كدواء أو ضمن مستحضرات دوائية. رح نواجه صعوبة كبيرة في أسماء الأعشاب. بالنسبة للأسماء رح نأخذ اسمها بالإنجليزي ورح نأخذ اسمها باللاتيني. بالنسبة للاسم اللاتيني يسمى scientific name، أي الاسم العلمي لهذه العشبة. فكل اسم عشبة رح يتكون من ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام أو ثلاث أصناف، اللي هي genus, species and family. صعوبة المادة حكيت لكم أنه فقط في الأسماء، لأنه الأسماء بتكون غريبة علينا، غير مأهولة أبدا، أسماءها صعبة وغريبة وبدها حفظ، وبدها يعني المادة تعتمد بشكل أساسي على الحفظ زي ما حكينا سابقا في مادة الأناتومي. ولكن مصطلحات الأناتومي كانت قريبة شوي من اللغة الإنجليزية، سهلة اللفظ وسهلة التمكين. فأنا تعمدت في هذا المساق أنه أقدم شرح له لحتى يظل عندنا لفظ الكلمة موجود وثابت، لأنه رح نواجه صعوبة بلفظ الكلمات. إذا ما كنا عارفين نلفظ الكلمات فرح نواجه صعوبة في دراسة هاي المادة. فنحن ممكن نرجع لهاي الفيديوهات لحتى نثبت اللفظ للأعشاب. مادة بدها حفظ، بدها تركيز، بدها متابعة، بدها إعادة للمصطلحات أكثر من مرة لحتى نتعود على لفظ هاي المصطلحات. طبعا المادة مش كثيفة كثير. المادة تتكون، خلينا نتطرق لها، المادة بتتكون من 254 سلايد. تحكي في البداية عن introduction، رح نحكي عن الماكرومولكيولز بشكل عام، عن بعض الأعشاب. رح نبلش نصنف الأعشاب حسب الأجيال، حسب العائلة تبعهم. وهيك بنلاحظ نحن يعني إذا بنمر سريع، هي بتحكي عن أعشاب، شغلات طبيعية كلها مرة معنا في الحياة الطبيعية، وإنما بتكون شوية أسماءها غريبة، يعني زي ما بنشوف يعني أسماءهم شوي غريبين. إذا بنلاحظ هذا عندنا أحد أنواع من النباتات بيكون اسمه شوي غريب، اسم لاتيني، اسم غير مأهول بالنسبة لنا. هاي بالنسبة للفلفل وإلى آخره. يعني بتحكي مادة ممتعة صراحة، ولكن شوي بدنا نتعب على اللفظ على أنواع أو أسماء الأعشاب. كل الأزهار، كل الأعشاب، كل إشي بخص علم العقاقير، بخص الأشياء الطبيعية اللي موجودة ضمن الحياة. هاي عندنا القرفة، كأنه القرفة، نعم شايفين، يعني مادة حلوة صراحة، ممتعة، بدها شوي تعب. ولكن هاي عندنا الصبار، استخداماته رح نعرف طبعا كل عشبة شو الجزء اللي بنستخدم منه، منين بنستخلص المادة الفعالة، من الجذور، من الساق، من الأوراق، من البذور، من الأزهار إلى آخره. استخداماته في الطب طبعا، نتعرف على شكله الكيميائي، نتعرف على أهم الخصائص اللي موجودة فيه واستخداماته. طبعا رح يربط لنا الدكتور كل نوع عشبة باسم الدواء اللي موجود فيها المصنع. طبعا احنا بنعرف انه اغلب الادوية بيكون عندنا المادة الفعالة مستخلصة من نباتات، من حيوانات، من حشرات ممكن. فهاي الدفلة، كأنه هاي نبات الدفلة، شوفوا كيف اسمها كبير ويعني غريب ولا له علاقة بالدفلة. فان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله يكون مساق سهل وبسيط، ورح نحاول نبسطه سوا. بالتوفيق للجميع والله يوفقكم.